فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: رجل طاهر وليس عليه جنابة ولا ماء عنده، فهل يقال إنه يكره أن يطأ زوجته ويتيمم؟ إيش؟ رجل طاهر ولا ماء عنده. طاهر إيه؟ ولا ماء عنده وليس عنده ماء، فهل يقال إنه يكره له أن يطأ زوجته ويتيمم؟ لا، أباح الله له ذلك، والتيمم طهارة والحمد لله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.